خلينا ايضا ناخد معانا على التليفون بكل ترحيب سياده اللواء طيار دكتور هشام حلبي، مستشار اكاديميه ناصر العسكريه. اهلا بيك يا سياده اللواء، كل سنه وحضرتك طيب وتهانينا. اهلا وسهلا بحضرتك والساده المشاهدين، كل سنه وحضراتكم طيبين ومصر والدول العربيه كلها بخير. نصر ده نصر للعرب كله. سيادة اللواء، احنا دايما كنا نقرأ ونسمع القصص ونشاهد الوثائقيات حول دور الطيران المصري في حرب 73. الطيران المصري اللي ما كانش بيمتلك أحدث الطيارات ولا أفضلها، وبالرغم من ذلك ألحق خسائر دراماتيكية بالعدو. ازاي ده حصل يا فندم؟ والحقيقة حضرتك لمست نقطة مهمة، ودي بداية متميزة جدا احنا نبدأ منها، ان الطائرات اللي كانت في ايدين القوات الجوية في 73 كان طائرات الجيل الثاني والجيل الاول. الجيل الاول كان زي الميج 17، الجيل الثاني كان زي الميج 21 على سبيل المثال. طائرات مداها قليل، تسليحها قليل، ايضا الرادار فيه طائرات ما فيهاش رادار زي الميج 17. النقطة الثانية، اسرائيل كان عندها طائرات الجيل الثالث، فيها رادار، فيها صواريخ رادارية، طائرات متقدمة، المدى بتاعها عالي جدا. مفيش وجه للمقارنة، يعني أي حد يبص للإمكانيات دي والإمكانيات دي لا يستطيع إطلاقا أن نقول أن قوات الجوية المصرية تقدر تعمل حاجة. العنصر الحاكم كان التدريب واستنباط أساليب قتال جديدة وغير نمطية للتغلب على الفرق الرهيب في الإمكانيات. والحقيقة ده قدر يوصل له الطيارين والمهندسين والفنيين وايضا كل الاطقم في مراكز العمليات والقياده والسيطره. كانت ملحمه الحقيقه محترفه، قدروا ان هم في بدايه الحرب يطلعوا 227 طياره يضربوا الاهداف اللي هتاثر على العبور، وكان الحقيقه ده انجاز رائع جدا. وكان في ضربه ثانيه يمكن اتلغت لان الضربه الاولانيه حققت هدفها. استمرت القوات الجويه تقدم كل الدعم للقوات المسلحه وتواجه العدو، وهنا ايقن العدو انه قدام قوات جويه محترفه وبتحقق نجاحات عاليه جدا. فكان في قرار اسرائيلي انه يحيد القوات الجويه ويضرب الطائرات على الارض ويخرجها خارج المعركه، وبالتالي يقدر يستهدف القوات اللي على الارض بشكل عالي جدا. والخطه بتاعته ان هو يخش يوم 14 اكتوبر بموجات متتاليه من الطائرات، يوصلوا 120 طياره، يضرب المطارات اللي موجوده في الدلتا. والحقيقه يعني كان خطه هو عاملها محكمه ومحترفه، طيارات مداها كويس جدا، تسليحها عالي، لكن كان في رصد عالي وطلع. تخيل بقى 120 طياره بيصدهم 60 طياره، والطيارات اللي طالعه طيارات ميج 21 من طيارات الجيل الثاني بتصد طيارات الجيل الثالث، وقدروا يوقعوا 17 طياره. والاهم من كده ان هم يفشلوا هذه الضربه. الحقيقه لما عدوا الطيارات اسرائيل بتهد الطيارات اللي طلعت تصد، لو عدد الطيارات اللي بتصد اكثر من عدد الطيارات اللي نمتلكها، ان في طيارين طلعوا في بدايه الصد ونزلوا تاني مونوا وسلحوا الطياره وطلعوا تاني، وبالتالي كانت ملحمه الحقيقه رائعه. يمكن ساعات لما بنقول الكلام ده وبربط الكلام ده باي تهديدات وتحديات بتواجهنا، وخاصه بقول للشباب ان اوعى تفتكر ان لما تلاقي في تهديد او تحدي بيواجهك ان انت تستسلم او تيأس. بص لابائك واجدادك عملوا ايه. التهديدات والتحديات مش هتنتهي، دور دايما على اساليب غير تقليديه، وخلي عندك الثقه العاليه جدا ان العلم هو الحل. فعلا فعلا سيادة اللواء، انا بشكرك جدا يا فندم على المداخله، واشكرك جدا على الجمله الاخيره ان احنا دايما قد التحدي مهما حاول اي حد في الدنيا انه يقلل من قدرنا. اشكرك جدا سيادة اللواء طيار الدكتور هشام حلبي، مستشار اكاديميه ناصر العسكريه.